في المغرب من دون شك عرف طفرة إصلاحية هامة أساسا منذ منتصف التسعينات. في تلك الفترة، تذكروا ذلك، ولسنوات بعدها برزت إصلاحات تنموية قوية في كل المجالات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية. لكن السمة الأبرز في ذلك هي أن كل هذه الإصلاحات كانت محمولة سياسيا واستندت إلى عمق سياسي وإلى خلفية سياسية ومرجعية حقوقية، وحركها هاجس قوي وقدرة كبيرة على التعبئة الاجتماعية وتصميم واضح على التوجه نحو ديمقراطية البلاد. ولقد حظي ذلك الزخم الإصلاحي الديمقراطي بالنجاح، لأنه كان نتيجة لالتقاء إرادتين في إطار تعاقد سياسي مثمر، إرادة ملكية سامية في الإصلاح والتحديث والتغيير، وإرادة نضالية حزبية لمكونات الحركة الوطنية الديمقراطية. في ذاك الخضم الحافل، تتذكرون من دون شك كيف أن إطلاق بلادنا لمبادرة الحكم الذاتي أحدثت رجة إيجابية في مسار قضيتنا الوطنية الأولى، ولا تزال الآثار ديالها إيجابية إلى الآن، مما يؤكد الترابط الوثيق ما بين أوضاع جبهتنا الداخلية وبين مستوى المكانة الدولية لبلادنا، أي بين التحديات الداخلية وبين الرهانات الخارجية. وللتذكير، مقترح الحكم الذاتي اللي عرف النجاح اللي كيعرفه اليوم منذ ذلك الحين تقدم سنة 2007 في أوج مسلسلي الإصلاحات. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم